أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن المصالحة والتسامح ودعم القوات الأمنية من أبرز مقومات الاستقرار التي نحرص على تعزيزها وفاءً لدماء الشهداء وحفاظا على النصر الذي تحقق على الإرهاب. وكرس المحافظ اجتماعه الموسع مع أهالي قضاء الدجيل وناحية يثرب بحضور النائب ناسك مهدي غريب وقادة أمنيين وشيوخ عشائر لبحث السبل الكفيلة لإعادة النازحين الأبرياء وخطة تأمين متطلبات استقرارهم وإعمار مدنهم. كما أشاد الحاضرون بجهود المحافظ وحرصه الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار، مجددين الوقوف معه للمضي في مشروعه العمراني والإصلاحي.